تدخلت إسعافات وحدة بوليغون مدعمة بكل من الوحدة الثانوية سيساوي سليمان والوحدة الرئيسية وكذا فرقة من الرتل المتنقل، وهذا على إثر نشوب حريق على مستوى غابة حاج بابا على الكيلومتر 13 طريق عين سمارة بالجهتين، الجهة المقابلة لمحد لناطة وكذا الجهة المقابلة للمخيم الكشفي، حيث سارعت مصالحنا إلى عين المكان من أجل محاصرة الحريق ومنعه من الانتشار، كما ننصح مواطنينا بعدم رمي قارورات الزجاجية وكذا أعقاب السجائر خاصة بالقرب من المحيط الغابي وكذا المحاصيل الزراعية، وننصح مواطنينا ونطلب منهم التبليغ عن جميع الحريق أو عند نشوب حريق والاتصال بالرقم الأخضر لمصالح المدني اللي هو 10 21.